السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وباحسن الاحوال. لظروف صحيه شحال هذه ما بقيتش تقاسمت معكم شي وصفه. بهذه المناسبه كنشكر كاع البنات اللي سولوا عليا. المهم اليوم بلا ما نطول عليكم جبت لكم واحد الوصفه كتجي زوينه بزاف، ان شاء الله تجربوها، ولا عجبتكم ما تنساوش تقاسموها مع الاحباب والاصدقاء ديالكم باش نستافدوا كلنا ان شاء الله. بسم الله غادي نبداو. اول حاجه غادي ناخذ واحد القرعه بحال هذه، معرفش كيفاش كتسميوها باللهجه تاعكم. من بعد ما غادي نفرغوها نغسلوها مزيان ونعقموها، ومن بعد غادي ناخذ الدجاج غادي نغسلوه حتى هو بالطريقه باش كنغسلوه. غادي نقطعوه وغادي ننزلوه فيها، ومن بعد غادي نبدا نضيف عليه التوابل والخضر اللي عندي. كي شفتوا الوصفه ديال اليوم غادي تكون على شكل طنجيه مراكشيه، مع احترامي لكاع المراكشيين والطنجيه التي لا يعلى عليها. يعني حنايا غادي نديرو شبيه الطنجيه ولكن راه المذاق طبق الاصل والبنه والريحه وكل شيء. جربوا هذه الوصفه ان شاء الله غادي تعجبكم بزاف، وما تنساوش تجاوبوني في التعاليق قولوا لي كي جاتكم. المهم غادي نضيف 4 الفصوص تاع الثومه وجوج بصلات مويان قطعتهم والمعدنوس كلهم في هذيك، غادي نضيفهم على الدجاج، وغادي نبدا نضيف التوابل. كي شفتوا درت سكنجبير والخرقوم والاعشاب المنسمه، عندي ازير الزعتر والسالميه. ولا بغيتوا تضيفوا شي توابل شي اعشاب اخرين عندكم كيعجبوكم ضيفوهم، راه المهم داكشي اللي كيتواتى مع الدجاج. الملح والابزار على حسب الذوق، وغادي نضيف شويه ديال الزعفران، ديما كنتسى على سميتو. المهم غادي نضيف الزعفران حتى هويا، وغادي نقلب هاد التوابل هادو تيدخلوا في الدجاج مزيان كي كتشوفوا. المهم هاد الوصفه ساهله، لا بغيتوا تزيدوا شي توابل اخرى تاع الدجاج كيعجبوكم تقدروا تضيفوهم، ولكن شي مرات الحوايج اللي كيكونوا بساطين كيكونوا بزاف بنانين، كيجيو بنانين بزاف. المهم سمحوا لي على التعبير، راه ما عنديش مع التعبير، ولكن راه جربوا الوصفه باش تعرفوا علاش كنهضر. المهم من بعد ما حركت هذيك التوابل غادي نضيف الزيت، وغادي نضيف هكايا طريفه تاع الحامض ولا الليمون، الا عندكم الحامض مصير تقدروا ديروه. ودابا غادي نزيد الفلفله اللي كتواتى بزاف مع الدجاج، طبعا اللي ما كيعجبوش يقدر يستغنى عليها، يقدر تكتفي غاب البصله وحدها، ولا تقدروا ديروا كاع الاضافات اللي بغيتوا نتوما. الا كتعجبكم شي حاجه مع الدجاج ديروها. كي كتشوفوا غادي نحرك، ومن بعد اخيرا غادي نضيف واحد 4 كاس تاع الماء، لان هذه الوصفه ما كتحتاجش بزاف الماء. حنا غا احتياطا ضفت هذاك 4 كاس تاع الماء باش ما نديرش معكم شي بروتا فيغوره. المهم غادي ناخذ الورق تاع الفران ولا ورق الزبده، غادي ناخذ القياس تاع هذيك القرعه وغادي نسدها. اللي عنده البابي الومنيوم يديرو فوق هذاك الورق باش يزير عليها يسدها. اللي ما عندوش يدير بحالي يستعن بهذيك لاكرافوز ويشدو بحال هكايا من الجناب كي كتشوفوا. من بعد غادي ندير فيها واحد الثقب من الفوق، وعندكم تسدوها بالقفله لانها طرطق لكم في الفران. غادي ديروا فيها واحد الثقب باش تبقى تنفس، وغادي ندخلها على درجه حراره مهيله لاطول مده، تتبان لكم انها تحمرت وهذوك المكونات نزلوا تحت بحال هكايا. بحال في حالتي انا درت 100 درجه وخليتها ساعه ونص حتى لجوج سوايع تقريبا، ما دققتش، ولكن ساعه ونص جوج سوايع، ما بين ساعه ونص جوج سوايع عاد طفيت عليها وخليتها حتى الوقت الماكله. المهم نتوما راه كتبان لكم من برا انها محمره. من بعد كنجيب طبق التقديم وكننزلها بهذه الطريقه بحال هكايا، يعني كنعا هذه الطريقه باش غادي ننزلها. وشوفوا هنايا راه التصويره كتهضر بحدها، ما غاديش ما عنديش شي وصف اخر، كتجي شي حاجه خطيره والريحه ما نعاودش لكم، بنينه بزاف. اللي جربها كتعجبو، ان شاء الله تجربوها حتى نتوماية وتعجبكم. المهم هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله يعجبكم. ما تنساوش تابوناو في القناه وتخلوا لي لايك وتعليق، والى فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.